معمل بيبسي قبل ايش الشان يشتغل؟ الشركة العامة لصناعات المشروبات الشمالية. ايش الشان ينتج؟ بيبسي وكولا. والله عشرات العوائل كانت عايشة عليه وشباب هاي المنطقة. وحتى بوقتهم يعني مصريين هم اشتغلوا به. مصريين؟ هم مصريين هم جو اشتغلوا به. من غير العراقيين. ونظام وترتيب حلو وشغل ونظافة. وخير وخيرات. هسه اذا يسووا معمل مال بيبسي غير يطفي هاي المعامل كلها هاي مال ارسي وما ارسي ما اعرف ايش. بعد يعني الخبره ماله موجوده عند الشباب وعند بعد اكو ناس كبار السن بعد عندهم خبره يعني ظلوا منهم. ما يقنع البطاله ويستفاد ما يظل دحق هاي شيخانات اخويا بين شيخانه وشيخانه شيخان يعني ثلاث شيخانات وكلها مليانه وشباب حلوين ابطال يشتغلون كلهم قاعدين بطالين الواي يسوون المعمل. هاي يصرفون هالمليارات هاي يقولون صناعات وشركات عن نبني ومدري ايش هذا مشروع صغير ما يكلف الحكومه هذيك التكلفه. والله انا كنت اشتغل بالمعمل على التعبئه. اي نعم. هذا المعمل به تقريبا ما يقارب بالالف عامل اذا كل عامل عيله عيله هاي الف عيله. اي فهسه تلاقي لحد الان حطام. فلا حد رتب راح ولا حد عمل ولا حد سوى. الف عامل فقط بالمعمل ما غير السواق ما غير في لا لا هو كادر كامل شفتين شفت الصبح من الصبح من 8 الصبح 500 الصبح و500 لحد الساعه 12 وراها يجي كادر الاخ. هاي كله عمال تشتغل شفتين كان بالنهار يشتغلون. المعمل اذا اشتغل ما شويه يخفف عن شلون يخفف عن هاي الناس كلها؟ قبل اني هاي صار لي 42 سنه تقريبا بالزنجيلي. شيخانات ما كان اكو، شيخانه بس واحده على الشارع وقاعدين بيها شياب. هسه الصبح بعد ما فتح ابو الشيخانه شباب كلها قاعده، سبب البطاله. والله اخوي الافات العوائل كانت عايشه عليه، من ضمنهم الرجال هذا كان يشتغل به. وعمي وولاد عمي كلهم كانوا يشتغلون به. ايش يشتغلون؟ عمال، عمي سايق رافعه. ولاد عمي كانوا على التحميل والتفريغ ومنهم كانوا يعني على قباغه يقبغون بطاله. اذا رجع معمل ما يوفر فرص عمل ايش ما يوفر يا اخوي يا شباب الزنجيلي من الساعه 8 الصبح الى الساعه 3 بالليل بالقهاوي وبالكافتريات كله سهر وانترنت وموبايلات زين هذا ايش اللي يخليه يسهر؟ طبعا البطاله ضحك عليهم شباب بعمر الورد الله بدالك الليل كله سهرانين الى الصبح اسبوع وكل واحد دحق عليه ما شاء الله عرض مني وضخم مني. اشتغلت ب سنه 77 78 والله بقيتها الى تقريبا 79. والله بالقسم المخزن. والله الشغل ما شاء الله كان طيب وزين وانتاجه مضبوط. اي والله يعني ماده المشن اللي كان يصنع المعمل عالمية يعني اسم كثير كثير عمال كثير كثير والله ما يعني أكثر من 100 عائلة عايشة على المعمل. هذا المعمل إذا رجع يشتغل عمروه ما راح يقطع البطالة يا ريت. هو ومعمل النسيج معمل السكر معمل البنجر معمل النجارة كل هاي المعامل بالموصل يعني مع الأسف.